سعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. امطار تساقطت خلال امسية اليوم اقول معتبرة على الواجهة الداخلية الوسطى، حتى الثلوج خلال هذه الليلة ان شاء الله ستتساقط على المرتفعات التي يزيد على 1000 متر، خاصة المرتفعات الوسطى. اما خلال يوم الغد بعد انقشاع ضباب على الواجهة الغربية وحتى على المرتفعات والهضاب، فالأجواء تبقى متقلبة، سحب عابرة على فترات، احتمال لبعض الزخات من المطر على السواحل وحتى على المرتفعات حتى على منطقة الواحات، أكثر سحب أكثر كثافة كذلك على شمال الصحراء، وأجواء مغشات أقول على أقصى الجنوب، كذلك مرتفعات الهوغار والتاسيلي مع زوابع رملية ستنشط بكثرة على أقصى الجنوب، الحدود المالية الجزائرية كذلك حتى على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد درجة الحرارة الدنيا في تراجع، طقس بارد على كل من سطيف، كذلك المشيرين عام والبيض مع درجة الصفر، 5 درجات على العاصمة، 7 درجات على غردية، 5 درجات على ولاية بشار، 9 درجات على تندوف، 12 درجة على كل من إن صالح، كذلك إليزي وجانات، لترتفع الغد 18 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى تبقى في استقرار، ننتظر إن شاء الله مقاييس ما بين 16 لغاية 17 درجة على الواجهة الساحلية، 9 درجات على ولاية المشيرين عامة والبيض، 21 درجة على بشار، 27 درجة على كل من جانات، كذلك الصحراء الوسطى، 28 درجة على تندوف، لترتفع لغاية 33 درجة على أقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد إن شاء الله، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر قليل الاضطراب على السواحل الغربية لكن هادئ على السواحل الوسطى وكذلك الغربية، رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، تبقى معتدلة على الواجهة الغربية. مع أحوال الطقس على بعض أواسم أمريكا الشمالية أين إن شاء الله أجواء متقلبة على موريال بي كندا كذلك واشنطن، لكن درجة حرارة منخفضة 2.5 درجة، نيويورك أجواء صحوة مع 10 درجات، أجواء ممطرة على فانكوفر مع 9 درجات، أجواء غائمة على دالاس مع 9 درجات، كذلك 26 درجة على مكسيكو مع أجواء مغشات إلى غائمة جزئيا. أما عن وقت غروب الشمس اليوم الغد 8 من شهر مارس المصادف لعيد المرأة، أقول عيد مبارك لكل نساء الجزائريات. غروب الشمس يكون بحول الله على تمام 6:48، ولأكثر تفاصيل أحوال الطقس مواقع أرصاد الجو الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، أترككم في الصحة وعافية، والسلام عليكم.